هذا الأثناء وإحنا نقوم بالتصوير أحد البنائين شعر بدوار. دوخة سخانة حكي مثلها سخانة لبس لبس الحمد لله بطوه لأني كيشوفوا واحد يعني حكمه ولا حكمته ولا شوية لأي الدوخة نهبطوه يعني من وخلوه يريح تيرو بوزي مليح ما يعاودش يرجع العمال يعني ما يكونوش في كامل الوعي تاعهم ما كانش يعني يكون العالم الجانب الصحي يعني في بعض الحالات يعني يكون متدهور بالنسبة للعمال يعني نقوموا يعني نخرجوهم من العمل نهبطوه نخلوه يريح نغسلوه له عنده مكان هنا وين يريح يعني غالبية العمال اللي راهم معنا هنا من ولايات خارج الجزائر خارج العاصمة عندنا من البويرة عندنا من المدية عندنا من المسيلة يعني العمال عندهم مكان هنا يريحوا باش ما يعاودش يمشي ويديبلاسي ويروح يعني العمال تاعنا كامل قائمين بهم الحمد لله يعني التوصيات يعني حتى الجانب من جانب المسؤولين توصيات ان نحافظوا على العمال خاصه في شهر رمضان يعني لهذا العمل يعني متعب حتى في خارج رمضان يعني كي يجي رمضان يعني امر يعني خاصه مع الجو كيكون حار سخان تكون العامل يعني لازم دائما تعسوا يعني في اوقات العمل تاعو دائما عنده واحد يعس العامل يهتم بالجانب الامني للعمال.